نعم سادتي الغوالي، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وهي الرابعة من المرحلة الأولى والموسم الثالث من وجيها بالحسين بنسخته الدولية، لحظة إعلان النتائج. نبدأ من إيران، وكما أشار مسبقاً الدكتور عماد الزبيدي على قانون هذه المسابقة وهذا الموسم. إذن نبدأ من إيران، عندنا متسابقين سيتأهل واحد منهم. الجمهورية الإسلامية إيران، يك مشترك فقط متأهل بشبهة بمرحلة آتي. الجمهورية الإسلامية إيران، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نعم حسن حيدر زادة. نعم حياكم الله، تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد، مبارك عليكم. أما من العراق، اليوم عندنا خمسة من العراق، ثلاثة راح يتأهلون. الثالث محمد ستار غافل من ذي قار. يا الله اعطيني شوف وجهه. صل على محمد وآل بحسب محمد. التسلسل للصعود للمنصة، بحسب التسلسل للصعود للمنصة، يعني راح يرجعك إذا مو زحمة عليك. أما بالمركز الثالث، قبل لا شوف سيد فاقد صار بي. أما بالمركز الثالث محمد ستار غافل من ذي قار. نعم هو كان تسلسل صعود، وايضا بالمركز الثالث من صدق يا ست تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي موفق ان شاء الله. انت تشوف البقيه شلون راح تعقلها. نعم اما بالمركز الثاني والاول، يلا نروح للثاني. الثاني بهذه الحلقه من البصرة الفيحاء، حمزة الدراجي. يا هلا بحمزة، يا هلا يا هلا. كأنك ما مقتنع. يا حبيبي بس بحسب تسلسل صعودك كذلك. يا حبيبي ارجع ارجع لمكانك. ارجع لايكم. شكرا لك، يلا حتى ما نتعبكم ونتعب سيد فاقد ودكتور عماد. نعم بالمركز الثاني، انت روحك متعبها. بالمركز الثاني من بغداد، محمد جاسم حزل بالمركز الثاني. تصدق؟ ما بصدق يقول والله. اصعد حمزه بالمركز الاول. موفق ان شاء الله. اما بالمركز الاول بهذه الحلقه وبكل فخر وجداره، من البصرة الفيحاء، حمزة الدراجي. يا حبيبي موفق ان شاء الله، موفق ان شاء الله، موفق ان شاء الله. يا حبيبي موفق ان شاء الله، الله يبارك فيك ان شاء الله. سيد حسنين ليش تحسس ان انت بين الحرمين على الزائر الكريم؟ نعم شكرا للسيد فاقد، شكرا لاحبتنا لجنة المدربين، شكرا للاحبة لجنة الخبراء، وكذلك رئيس اللجنة التنظيمية واللجنة التحكيمية جميعها. دمتم بخير أيها الأحبة، أيها الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى لمن أم الحسن في
عينها مشهود، كنا عيان أو باكياً أو شاعراً أو لاقباً، كنا عيان أو باكياً أو جازعاً رادود، طوبى لمن أم الحسن في عينها مشهود. نسل الفداء الطويلة، قد ركبنا في العزاء فلكا أصيلا، والشراع يا حسين يا حسين يا عقيلا، باث لنا الموج نرقى مستحيلا، صوتنا أرسال في الدنيا صليلا، باث لنا الموج نرقى مستحيلا، صوتنا أرسال في الدنيا صليلا صليلا. بركان اللوى قد فارت منا الدمع، أسمعنا أذن السرقى يحسين وما يرنا، يا حسين وما يرنا، صيحنا بك آمنا، لا للجاه والسمع بل إخوانا